اهلا وسهلا حبايبي وصحابي، معاكم ندى عيد خبيره الابراج وعلم الفلك. هتكلم معاكم على مواليد برج الدلو. كل سنه وانتم طيبين يا مواليد برج الدلو، واشوفكم بامر الله بصحه وسلامه وخير يا برج الدلو. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لقناه مع قناه دي ام جي. عايزين نقول لك يا برج الدلو ان انت عندك نظره قويه جدا على اعدائك، عندك طموح وتالق عالي جدا الفتره الجايه، نجمك بيسطع للامام وبتعلى وبترتقي بعمل جديد معاك يا برج الدلو. نصيحة الفلك ليك، احذر من بعض الاشخاص يهددون حياتك بسحر الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية عندك سحر وعندك رحيل لشخص مفاجئ بشكل مفاجئ، شخص حبيب او قريب او الشريك، عندك رحيل وتفرقة الفترة الجاية. عندك فضيحة ومشاكل على الملأ بسبب ناس ظلموك وغدروا بيك او عملوا لك مشاكل تسببت في خراب بيتك يا برج الدلو. البعض منكم هتكتشف الناس دول في تزوير في ورق بسبب قضايا قانونية هيظهر يا برج الدلو الفترة الجاية. في امرأة شيطانة هي السبب في سحرك الفترة دي، سنها من سن 50 وكمان طاقتها وحشة كمان عليك يا برج الدلو. بعض اشخاص من مواليد برج الدلو عندهم ادانة للدولة بالحبس او بالسجن او بمشاكل قانونية هيخلص المشاكل اللي عليه برج الدلو. عندك في تفكير في سفر للخارج يا مواليد برج الدلو، وكمان عندك حاجات حلوة بالخير قوية جدا يا مواليد برج الدلو. هتكتشف اسرار غايبة عنك في علاقة سرية مع الحبيب، وكمان الحبيب ده طاقته مؤثرة عليك جدا وعنده مشاكل جدا بتحصل له بسحر قوي جدا، والسحر اللي في جسمه ده بيتنقلك عن طريق العلاقة ما بينكم. البعض منكم هيبقى قلقان وخايف على أولاده، عندك حقائق واكتشافات لحاجات كتيرة جدا. في طرف تالت هيبعد عنك او مش هتعرف عنه حاجة لفترة وجيزة، ممكن يكون ده تفرقة معمولة لك بالعلاقة الثلاثية. امر خفي ومستور بسبب العلاقة الثلاثية دي، علاقة سامة، يعني في حاجة سامة في العلاقات الثلاثية اللي معاك، وفي ناس متربصلك معمول لك سحر ربط او عقد غريب جدا. ونهاية علاقة من طرف تالت هيدفع ثمن خيانته، يعني في طرف تالت هيدفع ثمن الخيانة في العلاقة دي لانه هيخونك وهيبيعك، وانت كمان الشخص ده هتخونه وهتبيعه زي ما باعك. في تجهيز للرحيل وسفر بامر الله يا برج الدلو، وكمان عندك تجهيز لرحلة للخارج او هتسفر اولادك، وكمان تعبان جدا بسبب ظلمك لبعض الاشخاص. بنفسك في شخص انت بتضايقه او بتكيده، او ممكن انت مالكش مش في دماغك اصلا تكيده، وهو واخد الحاجات اللي انت بتعملها على السوشيال ميديا مكايد، ولكن انت الشخص ده لو بتضايقه بنجاحاتك وبطموحك ده غلط منك كبير جدا، لان الغلط ده هيتسبب لك في طاقة سلبية، ممكن هيجي لك طاقة الحسد، في حسد شديد هيخش بيتك وهيخش اهل بيتك وهيخش في اكلك وفي شربك وفي شغلك يا مواليد برج الدلو. كمان البعض منكم بيلجأ لحد روحاني بيستشفى من التفرقة اللي بتتعمل له والعلاقات السامة اللي بتخش حياته، او بيلجأ لحد قوي جدا في موضوع الاسحار، ممكن يكون من بلد غير البلد اللي احنا فيها، يعني ممكن يكون من بلد نوبية او بلد افريقية من اللي هم الصحراء الافارقة، هيحاول يعمل له حاجة قوية جدا علشان تدعمه بالشغل وتدعمه بالنجاحات وتحميه من اذى طرف او علاقة او من اذى حد بيعمل له اسحار. بعض مواليد برج الدلو اللي بيأذيهم اصلا قارنهم، البعض منكم تفكيرك ودماغك وقرينك بتعمل لك تهيؤات وتردد، مع رجوع كوكب زحل ليك هيعمل لك تهيؤات وتردد، هيبقى عندك بارانويا بالتهيؤات ان كل اللي حواليك مؤذيين وان انت شخص طيب وجميل. فنحاول ان احنا ما نخضعش لتهيؤات الكواكب، لان الكواكب هتمثل لنا بعض التهيؤات، دخول بعض كواكب على كواكب هتسبب لك في ضيق وهتسبب لك في تهيؤات. هنحاول نخرج من التهيؤات دي بان احنا نركز بعقلنا في الحياة العامة اللي احنا عايشينها. كمان البعض منكم عنده سفر احد القرايب او غياب احد القرايب،
عندك كمان التفكير في السفر لأداء العمرة أو الحج بس مع حد من الناس اللي بتحبهم، ولكن متأجل طبعا لمدة وجيزة. ممكن في بعض منكم سافر لأداء الحج أو الاعتمار أو سفر للتنزه أو للفسحة لبعض الأماكن الساحلية، وفي البعض منكم ما سافرش بسبب عمل ونجاحات جديدة، البعض منكم عنده عتبة جديدة وعنده بيع لمنزل أو لأرض وهيحاول يجيب بيت جديد، والبعض منكم عنده نجاح أو ظهور نتائج لنجاح لأولاده هيفرح بأولاده في أرض البيت، والبعض منكم شايل هم شخص قريب جدا من العيلة، ممكن يكون الشريك أو الزوج أو الزوجة، وممكن يكون حد بيحبك جدا ولكن انت خسرته بسبب الغيرة العمياء. العلاقة دي تدمرت بسبب الغيرة اللي ما بينك ما بين الشخص ده. البعض منكم بيواجه تعب صحي، في ألام في المعدة ومشاكل في العين أو زغللة أو صداع نصفي. على طول عندك الصداع النصفي وزغللة في العين، وعندك مشاكل وتوتر في المعدة، معدتك تعباك على طول يا برج الدلو. عندك كمان صحيا مش بتاكل اكل مفيد وبتاكل الاكل اللي هو الفاست فود، فبيتسبب لك في مشاكل قويه جدا في المعده. الشريك في علاقه بشخص تاني، والشخص دوت دخل لك اجباري على حياتك، بيصدر لك بعض المشاكل او المشاعر السلبيه يا برج الدلو تجاهك، وفي خداع انت متعرض ليها تكتشفه وانت عارف ولكن مش مصدق حقيقه الامر. كمان بعد مواليد برج الدلو عندكم كسرة او كبرياء في كرامتكم، تعبكم جدا ولكن هتقفوا على رجليكم من تاني وهتحاولوا تنجحوا عملكم ومشروع جديد، هتحاولوا تكونوا فخورين وطموحين بيه يا برج الدلو. كمان عندك يا برج الدلو لازم تلجأ للدكتور بسبب التعب الصحي. عندك تغيير في أرض البيت، وعندك بتفكر في سفر ولكن السفر متأجل شوية. بعض منكم عنده مشاكل بسبب طفل ما متسبب لك في مشاكل أو في حزن الفترة ديت، مخليك عندك حاسس بتوتر أو بقلق أو بخوف، متضايق جدا بسبب الطفل ده، وفي نفس الوقت حاسس بذنب، وفي نفس الوقت متضايق على دخول الطفل ده على حياتك. البعض منكم هيحاول يخرج من الدايرة دي. عندكم كمان تشويه لبعض منكم للسمعة او تشويه لسيرتكم، وانتوا بتخافوا جدا من تشويه السمعة وقلقانين جدا لكشف الاسرار دي للاهل وللقرايب. انصحك بان انت تفاتح اهلك وقرايبك في الاسرار اللي انت مخبيها يا برج الدلو، لانه معجلا او مؤجلا انت عندك الموضوع هيتكشف، اي اسرار انت مخبيها هتتكشف اجلا ام عاجلا، هتتكشف يا برج الدلو. ممكن لو ما اتكشفتش الشهر ده تتكشف شهر 11 الجاية واخر السنة الجاية بامر الله، وما تزعلش من اي طاقات سلبية بتواجهها يا برج الدلو. اشوفكم على خير، كان معاكم ندعات لخبرة الابراج وعلم الفلك.